احنا قاعد بدنا نقول له باللي بدي قال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لو غضبت على الثريا لما في البرج عاودت الإيابة، ولو قبل النبي نشأت طه لجئت مبشرا تتلو الكتاب. يرى بعض الباحثين أن الشعر الشنقيطي وإن كان سلم من الانحطاط في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، إلا أنه هبط في القرن الموالي حين نهض الشعر العربي مع رواد الإحياء وأعلام الشعر الحديث. فهل عاش الشعر الشنقيطي فعلا عصر انحطاط متأخر فيما قبيل الاستقلال، وما ملامحه، وهل للمستعمر دور في ذلك؟ في هذه الحلقة من برنامج بحر القريض نستثير شاعرنا وأستاذنا ليثبت عكس ما ذهب إليه هؤلاء أو يؤكده من خلال شعر أحد من عاصروا الاستعمار والاستقلال، وهو الشاعر والعالم الدنب جول محمد المعاوية الأربعيني. أستاذنا وشاعرنا، أهلا وسهلا بكم. مرحبا، شكرا. من تنهيتنا عن نقول من هو شاعرنا، من شاعرنا بهذا الله؟ نعم والله يا أخي، أنا اليوم أتهم نفسي بأني أحابي نفسي، لأن هذا شيخي والعلامة الشيخ الدنبجي، وأبوه عم والدتي، وعليه وعنه أخذت أهم شيء بعد كتاب الله عندي، وهو السيرة النبوية. وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرأني كتاب المجلسي الغزوات، كتاب نظم الغزوات الذي نظمه المجلسي على كتاب ابن سيد الناس عيون الأذهر في المغازي والسيار، وقد أخذته عليه. وكان لنا شيوخ كانوا هم يعني متبحرون في كل فن، ولكن كل واحد منهم مثلا الدنبشه في العلوم كلها وفي الشعر وفي الأدب وفي المقرأ، سنتعرض لكتابه المقرب المبسوط من أهم مؤلفات المقرأ في هذا العصر. و محمد القاضي والأحمد دفال رضي الله عنه ونفعنا ببركته، ولي صالح ومدرسة أخلاق عجيبة، درست عليه بعض من الألفية، ودرست عليه بعض الشعراء الستة الجاهليين، ولكن كنا ويمتاز بحسن تدريسه لغيلان خاصة وحفظه لشعره. حدثني الندى بن الندى رحمه الله، وهو معروف في الأدب، كان أستاذ هنا وكان له كتاب عن المحاضر، أنه كان بين يدي الشيخ محمد بن أحمد دفال، وقد كان يصوف أسنانه استياكا ليصلي الضحى. فيعني تهامس الشباب أنهم ينشدوا بيت غيلة، قال لهم ذاك غيلة مسكين، واسترسل في القصيدة حتى أنهاها، وجاء بقصيدة أخرى وجاء بقصيدة أخرى، فتهامسوا ببيت للمتنبي، فأنشد القصيدة جميعا، وأنشد أخرى مثل بعدها، وأنشد أخرى ثالثة، ثم استاك مرة أخرى وتمضمض وأعاد كفارة المجلس ونهمك في صلاته. كنا إذا جئنا لمحمد بن أحمد دفال في مسألة فقهية يندر أن لا نجده قد نظم فيها مهما كانت، كل ما يخطر لك على بال فهو في الغالب قد نظمه. وكنا إذا جئنا بعويصة مشكلة في النحو وفي اللغة العربية غالبا نجد الشيخ محمد عبد الودود الملقب بيد بن الرباني قد نظمها. أذكر من أنظامه أني سألته عن كلمة فاعل آخره سين، فأملى علي أبيات من عياض في الإكمال فاعول لم ياتي، ولا منسينه في الكلم إلا الذي جاء من الناموس، ولفظي الجاسوس والجاروس، كذلك الفاعوس والبابوس، يليهم الداموس والقاموس، وجاء قابوس وعاطوس وفانوس وجاموس وغيره انتفى. هكذا فاعول آخره السين لا يوجد منه في اللغة العربية إلا هذا. هذا استنادا إلى كتاب الإكمال، إكمال أظن أن عياض كان يكمله به كتاب المفهم على شرح المسلم لأحد المغاربة والأندلسيين. إذا أنا شاعرنا الدنبجة الدنبجة وقد قد ذهب بي الاستطراد، لا بد أن أذكر وعرش على ابن عم الدنبجة وأحد أشياء مشائخي، وهو وله صلة مع الدنبجة، ولا ابن عمه القاضي قاضي بوتنميت كان شيخ
محمد يحيى بن محمد الدنبشي، هذا كان علامة، وهو والدنبشي شارك في امتحان القضاء وتفوق فيه، ولكن الدنبشي تأثم من القضاء وأراد التدريس في المدرسة الفرنسية، ثم المدرسة تدرس العربية في أيام الفرنسيين، ثم في المعهد الإسلامي. وأما محمد يحيى ذهب إلى تونس في أول بعثة هنالك وأصبح من القضاة، وقيل لي إنه لم يقضي في شيء، إنما كان يفعل ذلك صلحا. قيل لي مرة إن أحدا جاء رجلان في مسألة فيها ناقة، باعها، منحها رجل لآخر وباعها لآخر. المهم لما ثبت عنده أمرها جاءه بعض الأطراف قالوا نريد أن ترفع هذه المسألة إلى محكمة نواكشوط. قال لا يجوز لذلك، إن القضية إذا ثبت له حكم لا ينبغي، ولكن سأتصرف. وعندما انتهت المسألة رد إلى الرجل ثمن الناقة ذاك اللي اشتراها. وأذكر من تدريس محمد يحيى أنه كان يدرسني ابن عاشر، وأن مقدمة ابن عاشر في التوحيد كانت تستغلق علي. وأذكر من تدريسه وحكمنا الشرعي، وحكم الحكم إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا أذكر من تدريس ابن عاشر. وأذكر من ذلك قوله يجب لله كذا البقاء ويجب لله الوجود والقدم. يقول القدم هو نفي العدم السابق للوجود، والبقاء هو نفي العدم اللاحق للوجود. عود إلى الدنبشي، وما أدراك ما الدنبشي؟ هذا الرجل رجل عجيب جدا. أنا أقول لك ناحية مسألتين في المكاشفة فيما يظهر لي والله أعلم. أنا كنت صبيا عنده وأدرس عليه، وأنا من قرباه ونحن حجنا واحد، ودرست عليه وأنا صغير جدا. وكان هو درس في أول مدرسة في البادرس في بداية الستينيات، وأنا لم يشأ الوالد أن يدخلني المدرسة، مع أني قال لي والله أعلم أن الدنبشي رجل عالم وورع وكذا، ولكن أخاف عليك من. ومرة أبقت عليه نهار واحد وشئت ذاك اليوم الوحيد درسني فيه الدنبشي الحساب، مثلا عمليات الضرب والطرح وكذا، وكل ما عندي من الحساب من ذلك اليوم، يعني أصلا رياضيات ضعيف فيها. وكنت أتعلل دائما أن الإمام السيوطي وجبران خليل جبران فاشلان في الرياضيات، ولي قصة مع ذلك لعل أتعرف مع يحيى والحامد رحمه الله إلى آخره. إذن الدنبشي قلت لكم كنت أدرس عليه، وأخذ ديوان جرير كان ورقه ورق شائخ، وكانت عنده مكتبة، والمكتبات في ذلك الوقت قليلة، لأنه هو حج في حج وأنا صغير ما أدري هل أدركت أم لا، وجاء بي كتب من هناك ومنها ديوان جري وكان نادرا، فجعلت أتصفحه، فسمعت رجلا يهمس إلي ولا يظن أني أستمع. الطفيل لا يخسر عليكم الكتاب، قالوا الكتاب ما هم براني جين عليه، وأنا بعد ساعة ما عندي من الكتاب ما هو المختار الصحاح مختصر الرازي من صحاح الجوهري. وحاج اللي باطني أول بيت من الشعر قلته لهوانا لاهن لود هذه وانبتنا عليه شجرة من يقطين، لو قال يقطين القرع، ولما طفقت أبحث فيه عن القرع فإذا القرع اليقطين، ثم المحجن والصولجان، يقول المحجن هو الصولجان والصولجان هو كلهم يعطي يفسره بالآخر. فقلت وأنا حتى الآن ضعيف الرجل، قلت تشبيه مجهول بمجهول ورد في محجن وصولجان لا فن. عندما أرى اليوم الحمد لله وأنا لي مكتبة يعني أزعم أنها تبلغ 3000 تقريبا، لم أحسبها، ولكن إذا عديناها مجلد مجلد لا تقل إن شاء الله عن ذلك، وأنا ما أزال أطلب المزيد. أتذكر كلمته، أذكر مثلا أنه قال في محضرة آل عدول في قصيدة يمدح بها شيخه محمد عالي، لعلمك تأتي الفرس من أرض فارس وتأتي من أرض القبط تطلبه القبط. جميل. هذا في أيام محمد عالي كان بعضه موجود على المستوى المحلي، ولكن في أيام محمد يحيى وأيام الشيخ محمد سالم وأيام الشيخ الحسن
محمد الحسن الددوة الجامع هذه الآن، الآن أم القرى، أم القرى اليوم هي تكاد تكون يعني موئل جميع الجنسيات من أقصى المغرب المشرق الإسلامي حتى أقصى المغرب. فهذا كشف هذا فيما نقول نحن أنا مرة كان أنا أحب حكايات الصالحين وأمورهم، وفي رجل صاحبي ويميل السلفية شيئا ما، السلفية هذه بعد البارد السلفية المسالمة ومرة كنت أحدثه عن قضايا كرامات الشيخ محمد المهامي وكرامات الشيخ محمد المهامي. مرة جاء المرأة ومن أين جاءها الحقها كانت تعدل قربة كانت وعطته شراب زريقة عايدة خليضة تفتيش من أين شرب منها، دارت بقيتها في سلكتها في القربة. قال لها القربة قال لها ضريب في شأنها وتتبعي شأن تلك القربة. فجاء قوم فأبدلوها لها بجمل، وذلك الجمل أبدلته بنجار، وبعد ذلك مر بها بعد سنوات فإذا هذا يعني قطيع كبير من الإبل. وكنت أحدث صاحبي فإذا هو يعني لم ينبسط لهذا، قلت يا أخي اعذرني أنا خرافي، أنا لا بد لي من شيء من الخرافات. فالدنبشة بهذا المعنى، الدنبشة ولد تقريبا والله بالضبط سنة 36,300 وتوفي سنة 418,000 من الهجرة النبوية. طبعا عاصر المشائخ الذين درس عليهم، معناها من 1910 تقريبا ميلاده لعله، وفاته 2000 ناقصة شوي ناقصة ثلاثة. نعم وما شاء الله أعطاه الله عمرا جميل، تم يدرس ويحب الكتب. مرة وقد ضعف جدا، هذا مما يدل على علمائنا اهتمامهم باللغة. قال لي هل عندك ديوان أبي نواس؟ قلت والله عندي. قال لو كنت قويا لذهبت إلى كتبك، قلت له لا بل تأتيك هي، فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائق قد مهدوا الحجورة. هو يسأل عن أجارة بيتينا، أبوك غيور ومجسور ما يرشى لديك عسير. فيها كلمة لغوية كان يريد أن يحررها، فجئته بالقصيدة يمدح بها أبو نواس الخصيب. ومرة سألني أيضا عن بيت لجرير، والحمد لله تقدم الزمن حتى أصبحت عندي أنا نسخ من جرير وأهديته نسخة من جرير، ولعل هذا أيضا من إشاراته التي عنده قصيدة قالها في شيخه تعد مثال للشعر، اللي الشعر يعني اللي قصيدة طائية، ألمت بنا جمل وقد هجع الرهط ومن دونها الكثبان والريع. وشيخه شيخه من هو؟ شيخه محمد علي العدول، ودرس على الشيخ محمد علي العدول، ودرس على الشيخ العلامة التاهو اليحضي. وأنا لكثرة ما سمعته الشيخ الدنبشة ينوه محمد علي، لما جئت إلى معهد أبي تلميذ في السبعينيات 72 73 كنت أتجشم أتعسف كثيب رملي في غرب تلميذ ينزل عنده الشيخ محمد علي، وقد وكان يدرس في معهد تلميذ، ولكنه انتهى تدريسه وأصبح ابنه محمد يحيى يدرس هنالك. ولكن أنا أتي لتنويه الدنبشة به ولأتبجح بعلو سندي في النحو، لأنه هو آخذ عن أباه مباشرة. إحنا المدرسة لأباه هي نسبة إلى أباه نقول إنها لها طعم خاص اللي هو يحضي العبد الودود. نعم. ومرة وأنا صغير نسبيا عملت قصيدة على وزن هذه ألمت بنا، هذه القصيدة أعلم ثلاث طائيات تقريبا للعرب، اثنتان منهما على وزنها ورويها، واحدة لابن زيدون والأخرى للمعري. لمن جرة سيم النوال فلم ينط، ما تزال اللهجة العراقية ينطيني القلم
هذا ايضا جماد تزال واستعمل في العراق. شنبتها؟ انطي معناها اعطي. انطي. لمن جيرة سيم النوال فلم ينطوا اي لم يعطوا. عجيب. هذه وقصيدة ابن زيدون عزب عني مطلعها، والاخرى دي عنها المناخ المتناخ الهذلي، ولعله هو قد شرحها. نذكر السادة المشاهدين انه بامكانهم الاتصال علينا دائما الان على الرقم الذي صار تباعا، وموضوع الحلقة هو الشاعر والعالم الدنبجة والمحمد والمعاوية. الدنبجة هذا من أسرة إشفق الدنبجة. إشفق الدنبجة هذا جدي أنا من الأمي وجده هو من الأبي، كان له صبية يدرسهم القرآن، وكانوا يأخذون الأخشاب يضرمون فيها النار تكون فيها يعني فيها النور للأولاد، يعودونهم التهجد ودراسة القرآن في وقت السحر. هذا الوقت يعني تواصى به الناس أنه فيه يستجاب الدعاء، وفي أنه في حتى يعني تختصر فيه المسافات تطوى به الأرض، والناس كانت تستثمره. المهم أخذ أبناء يدرسهم القرآن. هذا الوقت أضاعه للدشرة. أنا سمعت مرة واحد من أبناء فلاحي كان لم أنا لم أحضر بعضه، ولكن أخبرني أحدهم أنه حضره يقول إن التيقظ في آخر الليل يورث القبول، ولذلك وضع الله القبول الأنبور الخبز لأنه يصنع في آخر الليل، فلا كل إنسان يصبح يبحث عن الخبز. فقال لهم من كان منكم يريد القبول ويريد ذاك الوقت. الدنبجة على فكرة من أهل التهجد، وكان يقيم الليل بالقرآن الكريم، وهذه شنشنة من آبائه. جده هذا كان عنده واحد من الصبية الذين يدرس رأس لوح نقوله بداية كتبته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يشط فيل ويقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويرج كأنه يهومه في النوم. يقول وراه يتوسل فلان قعدت له لفلان. يولي طفيل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول وراه البكرة الفلانية شابة من الإبل فتية من الإبل عادت له لفلان. قالت امرأة الأهل لا يفقرن، أخذت عكمها اللي هو تزايتها. والتزايا بالمناسبة لعلها من التزيديات، نسبة التزيد في شعر علقمة بالتزيديات معكوم. والعكم حكما ما اللي هو العكمة لا وعاء تجعل فيه المرأة متاعها ونفقاتها وكذا. وأخذت حفنات من التمر متزايا ومدتهم له، ولذلك يقال في اسم اللغنة لا يتعطى وقت أعطاه التمر للطفيل ياك يشتغل في التمر عن يتم تكرر للتنوي بالذرية كان يبقى نمشي. نعم نعم. ولذلك وقع في هذا كثير من الشعر الشعبي والفصيح وغيره من 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 هذه لن تنالوا البر حتى أصبح هذا الجد يسمى شيخ لن تنالوا. إذا نأخذ سيد محمد. سيد محمد من نواكشوط تفضل. تفضل سيد محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معك على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا تفضل. قلت لك برنامج يتكلم عن ثقافة وأدب. ها تفضل عندك سؤال في الشعر. الشاعر ليدي عن واحد من المشايخ. هي عنوان لا سمعت القصة بالضبط ولا بالضبط نختاره يعيدها ياك نسمعها حتى ليك صار لا أظهر في عادة الحلقة يعود لأن الوقت ما هو طويل. وش كان الاتصال؟ الحافظ نطار. يقول إنه من هو الحافظ نطار. تفضل. ألو. مرحبا وسهلا. الو. مرحبا بك الحافظ تفضل معك. الو. مرحبا وسهلا. كيف الحال؟ ما شاء الله الحمد لله. تفضل عندك سؤال. السؤال اللي قلت لك رانا احنا معك الحافظ المطار رانا نحيي الاستاذ هذا ياسر عن الثقافي اللي الحقيقه دوله هامله اسمح لي نقولها لك نقولوا احنا شخصيا المرونة الاجتماعي على المهمل وهذا من الثغرات اللي يلا تناقش يلا يرتد الالباب
من ضغط نوعا ما لكن ما يحتاج قاع مثلا ثانوي. جزاك الله خير. الاختيار يتكلم لنا اكثر عن حياته الدراسيه وحياته المعهد والتلميذ. اذا شكرا جزيلا ان شاء الله. الو. ايوه شكرا جزيلا يعطيك العافيه. شكرا. ابراهيم من نواكشوط تفضل. تفضل ابراهيم. معكم وش حالك مثل الباشا؟ مرحبا ما شاء الله الحمد لله تفضل. نشكركم على استضافه الشيخ العلامه الشيخ محمد الحافظ. شكرا. وعلى العلامه اللي تكلم عن الدنبجه. ونختار انا طالب من الشيخ عبد الحافظ يحكي لنا من قصيده الدنبجه اللي يقول الشيخ عبد الله الشيخ سيدي العاده. ان شاء الله الله يحفظها والله نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله تعالى. شكرا 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 جزيلا. احمد من نواكشوط تفضل. احمد. نعم نعم تفضل معك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لا احد من تلميذي محمد الحافظ احد من لابيه. احمد ول لابيه. احمد ول لابيه قال لك تلميذيك. احمد ول لابيه تفضل. لا تقول شيخنا انا عرب كلمه هو بيتين عندي هون. والله شنبتهم. احبت انا الاماجي ذين رحلتم. ها. ولو ترعوا لنا الا وذما. ها. نودعكم ونودعكم قلوبا لعل الله يجمعنا والا والى الله يفتح العراف شنو؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا نوقفون شوي على الاتصالات. طبعا موضوع حلقتنا هو الشاعر الدنبجة واللي محمد واللي معاوية. اذا نواصل ونعود بعد. اذا الاسرة قلت الدنبجة واللي احمد احمود واللي محمد واللي معاوية واللي محمد الرحمن محمد عبد الرحمن واللي المصطفى واللي اشفق الدنبجة صاحب الانتنال. هو مستمع للدنبجة الكبير. الدنبجه الكبير. وهي الدنبجه هذا الاسم ربما يثير الدنبجه هذا من هذه اللغه الحميريه يقولوا لها الناس كلام اصناك وانا نقولها كلام 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 حمير وكلام اليمن هي ما زالت ما زالوا الناس يتكلمون بها في اليمن في مدينتين من اليمن. عجيب. هي لغه امهريه والله حميريه قديمه قبل ان كما ان الاشوريه الاشوريين والبابليين هذو كانوا عرب ولكنهم الكنعانيين لكنها عربيه غير عربيتنا الان. جميل. وهم جذور العرب. الدنبجة ما أدري بالضبط. على كل حال هذه الكلمات بعضها أعرف معناه. هو أشفق الدنبجة بن أمزقزن. أمزقزن قالوا لها معناها الرجل الصدوق. دنبجة لم أسمع تفسيرها لأني لا أجيد هذه. وتشفق تنقال الشيخ الفقيه. الفقيه نعم. أشفق مثلا أشفق الدنبجة ولعله سمي على جده أشفق الخطاب. هذا جدنا مرات لانه شوفوا مثلا محمد معاوية هذو جداياتنا ساره بنت احمد احمود واللي ابيه وعندنا والده اخرى مت ابيه مباشره وفي ذلك يقول بدي ولسدينا بمناسبه ميلاد محمد المعاوية. بدي لا من العائله لا من بدي من هالسدينا من العلويين بدي ولد السدينة بدي الشاعر هذا بدي الشاعر والد محمد هذا بدي هو محمدي بدي كنوت محمدي كنوت شاعر ومغني والله لقبه على الاصح اشتهر شاعر جدا وهذيك تهنئه الربيعي اشتهر غناه اكثر من الشعر يقولوا عنه من هو؟ يقولوا عنه هو عكس المحمدي عن محمدي اشتهر شعر لا ذاك ذاك ذوك ابناه ذوك ابناه ها ابناه الهادي الهادي والبدي نعم الهادي ومحمد محمد نعم وهم ابناء ايوه طيب طيب والهادي ايضا شوف اشتهر بالشعر الشعبي وهو شاعر هو شاعر فصيح جدا طيب بذوك الكرز اللي يقول اذا بدي هذا وابوهم بدي هذا هو محمدي محمد ابوه ابوه جدنا سيدينا الشيخ سيدينا ووالد ذلك الشيخ اشفق سيد احمد القاضي كان قاضي هناك في في حجنا ومع ان العلماء مع انه لما دوم في التوفيق كان كان يعني هو الذي يعني كانه اتم 40 عالما مدفونه في توفيق قريب من كندلك هذه و 40 عالما لها قصه لها علاقه بال 40 والله ما ادري والله ولكن المهم 40 جوادا ل 40 عالما كان كان في ذلك الوقت يستحب الناس ان يكون القاضي من غير الحج ولكن يكون من حج لهم به علاقه ومودة وصداقة ويكون مثلا مثل الحي ولكنه
حتى اذا حكم حكما لا يكون فيه. يعني يقول بدي قلنا، يقول بدي محمد ابن معاوية ابن محمد السيد ابن السيد ابن السيد اسلم وعش قرنا وأنت مؤمن من شر غائلة وشر الحسد، عش في حضانة والديك مكرما في نعمة جلة وعيش أرغدي، كنت السمج اللي هو محمد، كنت السمج أو ابنه أو صنوه أو تلوه، هذا من آباء كله، أو تلوه أبناء ثدي مسعدي، والله مسعدي يسوي جمعت أبناء سارة، وهي تحكي سارة سارة من تبي حفيدة تبي، ومحمد يحكي طريق محمد، محمد واللبي، والله محمد واللبي. إذا نستأذنك قليلا سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم يا أستاذ المشاهدين، ابقى معنا. أيها السادة والسادات، أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الثاني من برنامج بوح القريض. في هذه الحلقة نأخذ نماذج من شعر الدنبجة والمحمد المعاوية لنثبت عكس ما يراه البعض من أن الشعر الموريتاني ربما انحط بعد فترة استعمار وفترة استقلال. لا بالعكس سامي. بالعكس هذا وهم في الحقيقة، لا على كل حال في فترة من الفترات المحضرة لم تعود كما كانت، ولكن في هو الدنبجة في الحقيقة مخضرم لأنه هو درس في المدرسة النظامية أيضا، وعندما كان الناس يحرمون المدرسة ووقعت فيها مناظرات بين العلماء، الغريب أن الشيخ الدنبشة والشيخ عبد الله بن داداه، وهذا شيخي أيضا لأني قرأت عليه أبواب من الألفية، لهما مذهبان متضادان في المدرسة. الشيخ عبد الله بن داداه لما سئل عن المدرسة قال: الصمت دون ما يخاف جنة، وجاء في إضاءة الدجنة، الحق لا يصفى على ذي عيني، والله نرجو عصمة من مين. بينما الدنبشة يقول: مسألة هل في فداء سارة بدر محل مكتب النصارى، وهو بقدر وسعهم والمملق من خطه عشرة يحذق، لأنه أسارة بدر أسارة بدر قراوة وثنيون، ومع ذلك كان من فديتهم أن يعلموا أولاد المسلمين، لأن الخط العربي كان ذيك ساعة هذه أشياء. أيضا هنالك مسألة جاءت من أيام امرؤ القيس، وهي يعني تفك قيد العنصرية في باب الغزل: من البيض كالآرام والأدم كالدمى، حواضنها والمبرقات الرواني، أن الغواني جميعا والنساء يتغزل بالسمراء يتغزل بالبيضاء، يقول الدنبشة. ولابن الرومي في ذلك وفي العصر العباسي وقع في هذا كثير من المناظرات والدفاع عن المرأة السمراء، وأنها قد تكون لها من الأشياء ما لا يكون للمرأة البيضاء وشيء من هذا القبيل. وأيضا لعل من هنا وأعتذر من ذلك لأني شيخ، أن جمال المرأة كالفن الجميل كله يكون يجمع الناس، يجمع كما أن الصوت الجميل. أنا قلت مرة أبيات في غناء أم كلثوم: يا أم كلثوم يا كنزا خسرناه، ما كان بالمثل العلياء يا غناه، يسعى لتوحيد أهل الأرض في لغة لا ضيع الله رب العرش مسعاه. يعني هذا توحيد أهل الناس حول مفهوم فني جمال. يقول الدنبشة: تملي تنوى شوية على اللون هذا ربما. المهم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن أن الدنبشة كان في حاضرة وقتها كانت بادية تسمى تفكين، على أبعد 20 كيلومتر تقريبا من بوتليمي، وكان فيها وقتها حي شيخه، حي شيخه العلامة محمد علي بن عدو، وهو أيضا يمدح شيخه في التصوف حمجين، محمد الأمين والبدي، محمد الأمين والأحمد والبدي، جده بدي صاحب القصيد. ماشي. هذا كان قطب كبير، محمد الأمين يلقب حمجين، ولي من أولياء الله وعالم من العلماء لأجل، وأبوه أيضا أحمد البدي مشهور، وبدي أيضا كما ذكرنا هما أسرة علم على كل حال. لأننا نسمع الشعر.
يقول الدنبشة أن هدى من هوى حور الحراطين أغرى بتضليله أغوى الشياطين، حور أماليد أشباه الظباء نقا والتب أو طلا جمع طلية وصفحة العنق، حور نماليد أشباه الظباء طلا والتبتي شذا نوع من الطيب، والباني في اللين البان شجر لين شبه قامة المرأة ولينها. جميل. حور أماليد أشباه الظباء طلا والتبتي شذا والباني في الليني، حببنا عهد تفكين إلي فما أنفك وأذكر عهدا من تفكين. جميل. عندما ذهب الآن إلى بيت الميت أوصي السائق أني إذا كنت لعل أن أنام في الطريق يوقظني عند تفكين حتى أنشد أبيات الشيخ. إذا نأخذ مولاي من ألاك، تفضل. مولاي تفضل. نعم مولاي عبد الله، مولاي كامل. مرحبا مولاي، تفضل. نعم مولاي عبد الله الكامل ولد يعقوب. عبد الله السالم ولد يعقوب. عبد الله الكامل ولد يعقوب. تفضل. ايه. مرحبا. لا زال عندي موضوع الحرقة، موضوع هذا الصوت الكبير الشاعر العظيم زنبشة، وخاصة إذا عاد يقدموا الشاعر أيضا الكبير محمود الحافظ، لأنه قد درسني في معهد إدارة المسلمين ورجال يقصر عدد الدروس أمامي. المهم هذه الشاعرين كبيرين وهذا نوع من الحلقات، أنا مهم عندي شجاعكم إن هذا مش شرط مريض، لأنه إحياء التراث وإحياء علام هذا البلد الشعراء وبرز أهميتهم وأهمية شعرهم. شكرا. علام هذا البلد تماما. شكرا جزيلا. نختار نسمع نماذج من شعر خاصة في غرف الغزل. إذن شكرا جزيلا. إذن نوقف الاتصالات قليلا حتى نسمع من الشعر من شعر الدنبشة. طبعا أنا أعلم أن الدنبشة أحب شعره إليه ما كان في مشائخه وأهل مودته. سنتعرض طبعا للقصيدة التي قال في الشيخ عبد الله ولداد الشيخ عبد الله والشيخ سيدية، طلب أحد لأنه هذا أيضا الشيخ عبد الله والشيخ سيدية درس القرآن على والد الدنبشة وكان ينوه به ويعتز بأنه كان معروفا عبد الله. عبد الله كان معروف بحفظ القرآن بشكل نادر جدا، يرضيه والدنا رحمه الله الشيخ أحمد، الشيخ محمد أحمد يقول له حتم الموت على كل إنسان بحكم المليك السبحان وكل من عليها فان، هذا شفات المولى لاد ويلول ذاك أم مكان السيد من سر أجداده. عبد الله صحف المكان للرحمة عنا تحياده، بينذر شيد من بنيان الدين ودوم تشياده، واللي قطك سمن عريام وطعم من جعام وزاده، إلى أن يقول فيها لقلومة والكرة صقران، واللي كامل قط صنع مداده ما خارج حد ولا نظام، كذا شنو كذا شنو في بلاده، وفرت منه القرآن بالوقف وبمداده، عاش عمر شامة في الزمان عاد أيام وفر عياده، محق وإذنه بالمدح ملاء والموت معلم الوزاده، الله يجازيه بالإحسان بضعاف إحسانه فعباده، يعطيه الرحمة والرضوان والله يبارك في أولاده. جميل. هاي الصورة محق وإذنه بالمدح ملاء. ما قد سمعتها أنا أبدا، وأنا سرقتها في الشعر بقى. أنا سرقتها من الوالد في رثائي للشيخ عبد الله ولداد. لقد عاش عمرا كان، لقد عشت عمرا كان عياد نصره، به أذن الدنيا لذكرك مسمع. جميل. وبالمناسبة ما رثاته للشيخ عبد الله أتى فاجئ من حادث الدهر فاجئ فيها شيء قريب، مرضية الدنبجة للشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله. جميل. وهذا أيضا يدل على أن هذه الأجيال هو عبد الله درس على والد الدنبجة، وأيضا الدنبشة كان من أصدقائه، من أصدقاء الشيخ عبد الله، وكان يحبه ويكرمه، لأن جدي من الأم وهو الشيخ محمد المعاوية العالم القارئ اللي من أهل الحديث استقدمه باب من جميع القراء لورعه وحفظه، وكان يبكي من خشية الله ليدرس أبنائه، ووضع الله البركة في تدريسه لأولاد باب أصبحوا أغلبهم من أهل القرآن. يقول له هذه فيها شيء، لأول مرة شاعر موريتاني يتحدث عن نعي بالراديو. الشيخ عبد الله لأنه كان
مثلا مشهور وله صيت في الناس عظيم، منزلة خاصة كأنه لإذاعة نعته في المذياع، وهذا سيشير له هو في حد ما أعلم في موريتانيا أول ما ذكر الشعر النعي بواسطة المذياع. جميل. أتى فاجئ من حادث الدهر فاجع وقارعة عنها تخف القوارع، تشيب بها الغلمان قبل مشيبها وتذهل عما أرضعته المراضع. أذاعوا بقول أنكرته قلوبنا وكادت به أن تضمحل المسامع. حكوا فإذا القوم الحضور وجوههم وجوم من الأحزان صفر فواقع، فقلنا ترفق يا مذيع أما ترى بأنك للأحشاء والقلب قاطع. فلو قلت هذا يا فتى لمتالع جبل، طبعا في الجزيرة، فلو قلت هذا يا فتى لمتالع لهد أسا مما تقول متالع. فذا شلل عم البرية خطبه وإد به هذا الهدى، وإد به هد الهدى والشرائع وإد. فلا تبعدا عبد الإله فكل ما على الأرض مما قد أصابك جازع. هذه كلمة روتينية تقولها العرب، لا تبعد. وبعد هنا هي خارجة بعد وبعد، بعد في المسافة وبعد أي هلك، ألا بعد لمدينة كما بعدت ثمود. والميت يقولون له لا تبعد، قل الغناء وإذا لاقى الفتى تلفا قول الأحبة لا تبعد وقد بعد. جميل. كلمة دائمة بينما بعد في المسافة. جميل. وبعد هو هلك، يعني حد قال لا تبعد يعود أخطأ. أخطأ معنى. كما أنه إذا قال كبير في السن قال لها كبر يعود أخطأ. وكبر موجودة وهما في القرآن. جميل. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هذا إما الضخامة وإما الكبر المعنوي. ولكن كبير في السن ولا تأكلوها، في باب الأيتام، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لأنه كبير في السن. جميل. إذن فلا تبعد عن عبد الإله فكل ما على الأرض مما قد أصابك جازع. لقد رجت الأرضون والشمس كورت لموتك واشتد الرياح الزعازع. أحدت عليك الشمس فالشمس دونها من الحمر أذواب الحداد براقع. فلا يشرع يندمع عليه فإنه أجل من أن تجرى عليه المدامع. هاي لابد تختلف بقراءة ورش. أجل من أن تجرى عليه المدامع. وما فاعل فعل المسيح ابن مريم من زوافر قلب أو دموع هوامع. كمان عيسى ابن مريم ما يحيي الموتى بإذن الله، مهما بكيتم فلن ترشعوه. إذا القصيدة التي يمدحه بها لأن مطلوب طلب أحد المشاهدين. والله هذه قصيدة 99 بيت. والشيخ الدنبشي لا كما قال طويل نفسه في الشعر، الأداء هو يعني لا يتكلم إلا بالنزر القليل الحكيم. حدثني أحدهم أنه سئل يحضيه بن عبد الودو هل الشيخ المرابط بن متالي قال إن من دفن بين قوم صالحين كمن جاء للحي الفلاني، حي عرف بكرم الضيافة، وأظنهم بني بصادة من ديبوسات، ما أدري أهل موسى والله يدق بالموسى والله كذا. قالوا الوحد فينا في قوم الصالحين هل ينفعه ذلك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا حل بيدق بالموسى والله الموسى في الخريف وكذا وشوائلهم يتعشى الله ما يتعشى. حدثني أحدهم شيخ ما شاء الله مسن عمر أنه سئل يحضيف العبدود عن ذلك والعبد الودود عن ذلك وكان يسبح فقطع تسبيحه وقال قالها بعد لا يوكل فمه حتى الدنبشة ما يوكل فمه. قال لي كنت معاه وردت أن أستفي معه، أنا تلميذ أريد أن أتأدب معه، لماذا لا يجعلها 100؟ هي 99 بيت. جميل. وقلت له لعلكم تريدون الوتر، الله وتر يحب الوتر، إن أسماء الله الحسنى 99 اسم. جميل. فابتسم وعلمت أنه يعني يوافق على ذلك. لي قصص معاه في الشعر لعلي أن أعود إليها. نعم. رماني البين من سلمى فصاب حشايا ولم يكن شك الإهابة، وأهمى مقلتي وأهام قلبي وأذكى الهم فالتهب التهابا، كأن ربائنا انجذبت لخدي دم التاموري من مقاليش تذابا. الربائن رأيت خاصية في الدنبشة رغم أنه إمام في اللغة وإمام، وسنعرض لمؤلفاته إن شاء الله.
وإمام في العلوم، إلا أنه يحاول أحياناً أن يبسط اللغة وأن يفصح ويؤثل فيها في سعة صدر لي ما يترجم يدير اللي يطوع الكلمة الربائن الربائن هذه مفاعلة في اللغة ياسر، كأن ربائنا انشذبت لقلبي دم التامور من مقاليش تذابة. التامور هو دم القلب، وحتى التامور عربية ولكن في معنى آخر. نعم. أسد في تاموره في تامور. تولوا مسرعين وغادروني صريعا مثل من شرب الذرابة سم والله. ففارقت الحياة غدا تسار بها صفراء كالسيارة كعابة للذهب، كأنهم بترجع إلى غاني بسمعي كسروا أسلا صلابا. ولو أني دنا أجاء وسلم غدات البين من نفسي لذابا ومجبلا طجي. فأتبعت الضعائن شخص عيني فسال الدمع عن دمة وصابا. ولاحت لي مبرقعة سليما فقلت الشمس ألبسة النقابة. جميل. كأن حمولها معرورفات يعني عاليات، كأن حمولها معرورفات ضحى النخل بن يامن حين طاب. وطاب أدرك وهي ملي من تفصيح العربي الحساني. وما أنسى غداة البين سلمى تحيت العرف لاوية عصابة. تحيت تصغير تحت. والعصابة العمامة وما يجعل، وطبعا عصابة هذه كان شيء تتحلى به الفتيات الصغيرة. والعرف أيضا موجود على الفرس. نمش بأعراف الجياد يكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مضحبي. وعمل بعضهم تورية فيه وليس بضائع الذي كذاش عرف الأوائل، لأنه واحد كان العرف هذا كانوا أصلا بعض الناس يهابونه لأنه حلقة استوردت من الغربي. وما أنسى غداة البين سلمات حيث العرف لاوية عصابة وفاحمها الغرابية سودادا وريار دنها المسكي طابة من الطيب. ووضاحا شتيت النبت عذبا تخال رضابه سحرا رضابا. وعطافا لطيفات التثني تقص بها من الدين الذبابة. هذا مأخوذ من قول امرئ القيس من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. يعني لنعومة بدنها وبضاضته إذا ذهب النمل على جسمها ممكن أن تقصه وتتقرى أثره. أرى الحناء مختضب الغواني وسلمى من دمي جعلت خضابة مهات تقتل العشاق ظلما وذاك ظلم تحسبه صوابا. وما ردت جوابا قط إلا مرخمة لسائله الجواب. وما أبقى الدكار لديار سلمى بذات السرح من جلد صبابة. ذات السرح السرح ولدنا بشي كتاب في تعريب الشجر. جميل. الشجر. ومع ذلك فقد حدثني أنه على التشبيه، أن كل ما نقول هنا من تعريب الشجر هو على التشبيه. السرح يقولوا كان بطل كان ذيابه في سرحة، يقولوا أتيل والله أعلم. تخلص من زار بعيد. ديار قد غنيت بها زمانا فلا صد النخاف ولا عتابا. ديار إن أرم عنها سلوا أباه الذكر أزمونها العذاب. أقول لصحبتي بالله عوشوا بها فابكوا الصبابة والحبابة. ولا تقفوا لعل علي يقضي وقوف الركب ساحته الركابة. فعاشوا طالبين بها شفاء وما عاشوا بها إلا اكتئابا. لح الله النشائب أورثتنا ذواملها عن الوطن اغترابا. ولولا الغانيات لما رفعنا مخافة قتلنا العطش وانتحابا. وربما لن تنائف الملاء إذا لم تهمس فهي الأرض وإذا همست فهي علية القوم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. الملاء هنا الأرض. وربما لن تنائف لا توافى تخال سرابه النمولا قشابا. أقرب ما يكون هذا البلاد شير وتيرس يضل بها الخيال وإن يخضها نسيم الجربية يموت لوابا. لأن نستوقف قليلا، هناك سؤال لأحد المشاهدين. ودعكم ونودعكم قلوبا لعل الله يرحمنا وإلا، يريد إعراب وإلا. هذه الأبيات سمعتم قبل؟ نعم. وإلا يعني وإلا كذا استثناء هون وتوقف. نعم لعلها لأن إلا لولا الإل الله. إذن أيها السادة والسيدات إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. كان بودنا أن نستطرد مع شاعرنا الدنبجة، فشكرا لكم على المتابعة والاتصال. شكرا للشاعر الكبير. استثناء حذف المستثنى منه. طيب. شكرا لكم على المتابعة وشكرا للشاعر الكبير وشكرا للطاقم.
فإلى حلقة الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.